إنسان كاملا في المسيح يسوع. أعزائي المشاهدين مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. حلقتنا النهاردة أقول هتهمنا كلنا، تهم كل واحد عنده دولاب في البيت، كل واحد عنده مطبخ في البيت. يعني كتير مننا ويمكن الستات يمكن أقدر يعني they can relate to me النهاردة، المساحات عندنا ضيقة يعني، أو إحنا حاجاتنا كتيرة فما نقدرش نحط كل حاجة إحنا عايزين نحطها مثلا في الدواليب، اللبس، المطابخ مثلا، خصوصا لما يكون في أطفال كمان الحاجات بتزيد وحاجاتهم بتزيد، مش عارفين نحط فين، مش عارفين نوضب إزاي، الحاجات بتبقى ملخبطة أو حاطينها في حتة شكلها مش لطيف. النهاردة هنشوف، تبقى معانا مهندسة ديكور هتورينا يعني قول خطوة بخطوة إزاي نقدر كلمة أقول نستغل، يعني هي دي كلمة المظبوطة النهاردة للحلقة، إزاي نقدر نستغل كل إنش في البيت عشان نقدر نستفاد بيه، إذا كانت في الدواليب، إذا كان مثلا للشوز، إذا كان في المطبخ، أقدر إيه الحاجات اللي أقدر أشتريها، وأقول بحاجات أتمان بسيطة جدا، إذا كان عايشة في أبارتمنت ينفع أعملها، إذا كان عايشة في هاوس أقدر أعملها. يعني هنتفرج النهاردة أو هنشوف النهاردة إيه الحاجات اللي مثلا الأورجنايزرز اللي نقدر نشتريها، أو التقسيمات اللي نقدر نعملها في مثلا الدواليب أو في المطبخ. إذا كان اوريدي عندي المطبخ أقدر أزود عليه بحاجات بسيطة جدا، أو لو أنا بفكر أبني مطبخ من جديد برضو هيبقى أرسم بلان معين عشان أقدر أستفاد بالمساحات دي كلها. حلقة هتبقى حلوة جدا وأنا أم إكسايتد، بس أحب أرحب معايا في الاستوديو النهاردة، يمكن أول مرة تشرفنا في قناة لوكس وبرنامج مش لوحدك، معايا مهندسة الديكور ماجي أسعد. أهلا وسهلا ماجي، ومشرفاني ومنوراني برنامج مش لوحدك. أهلا إيناس، ميرسي جدا لاستضافتك، ومبسوطة إن أنا أكون معاكي، وأتمنى أن الحلقة النهاردة تكون حلوة وتفيد ناس كتير إن شاء الله. well, إن كل ناس كما قلت محتاجين جدا جدا نقدر ننظم أو نستغل المساحات اللي عندنا. إن ممكن يكون واحدة مطبخها مثلا صغير زي المطبخ عندي أنا برضو صغير، بس مش عارفة أستغله استغلال سليم، أو يعني أحط فيه الأورجنايزرز اللي تقدر تفيدني بعد كده. فهنمشي بقى حاجة حاجة النهاردة، وتورينا بقى الصور، وتورينا إيه اللي نعمله عشان بعد كده كده ايه بقى هندعي لك. روح كلنا الستات كلها تدعي لك. انا بس عايزه اقول حاجه صغيره، احنا مشكله المساحات عامه انه الناس بتقلد بعضها، او الناس بتقلد اللي بتشوفه من منذ قديم الازل من غير ما يفكروا شويه انا ليه بعمل كده، طب هم ليه بيعملوا كده. فالنهارده احنا هندخل في عمق الحكايه دي شويه، بحيث اننا نفكر out of the box شوية، نشوف أساس المشكلة فين. و definitely أنا متأكدة إنه كل المشاهدين هيقدروا يطلعوا أفكار حتى أحسن من اللي أنا هقدمها. الله الله. I can't wait. طيب قولي لي بس في الأول، أنت مهندسة ديكور؟ أيوه. بس قولي لي يعني مختصة بإيه، أو إيه اللي بتعمليه بالظبط؟ يعني أنت روحتي بيت دلوقتي، قولي لي إيه اللي ممكن تغيري لي في البيت إزاي، أو إيه اللي بتعمليه في البيت يعني؟ أوكي، أنا تخصصي كلمة مهندس ديكور للأسف بيتفهم إن هو just decorator، يعني حد بيدخل يغير في شوية ألوان في الحيطان، يغير في العفش، يغير في الماتيريالز اللي هي، لكن أنا ك يعني دراستي أساسا اسمها interior architect،
So it's about ان انا ممكن ادخل، ممكن على فكره انت تديني حته ارض فاضيه وانا ابني لك بيت وشطبه لك وادي لك المفتاح اقول لك اتفضلي عيشي واستمتعي بالمكان. فانا دوري as interior architect بتبتدي من اول space planning، لانه الانتيرير الحلو لازم يبقى له سبيس مظبوط، الدنيا مفتوحه صح على بعض. يعني بتوصيف صغير جدا، الانتيرير ديزاين هو تشكيل الفراغ. انا بدخل فراغ بشكله مش بجمله. في فرق كبير ما بين التشكيل وما بين التجميل. ده صحيح، بدراسه بقى طبعا وبالمقاسات والحاجات دي كلها. ولازم في كاليفورنيا بالذات لازم اكون لايسند، علشان بيهتموا جدا بالسلامه، ودي حاجه مهمه جدا اننا نحافظ طبعاً على سلامه الناس ونحافظ على كل الكودز اللي بتنزلها على السيتي. اكيد طبعا، اكيد طبعا. طيب يلا بقى هنبتدي بالدواليب بقى. اوكي، عندنا الدواليب دي يعني اقول ايه، يعني كده بتصوت هتفرقع من الحاجات اللي فيها. وللاسف بقى، للاسف الواحد بيقعد يحشر وتنسي ايه اللي جوه اساسي، تنسي. يعني انا بطلع حاجات لبس ساعات من جوه، مثلا بلوزات وحاجات honest god بالتاج بتاعها، اقول ايه ده، هو انا جبت دي امتى؟ بس طبعا عشان حشر، فكله بيتنسي جوه، وكله مش عارفين يعني مش عارفه استغل ازاي مساحه الدولاب دي بطريقه مناسبه وكويسه. ف نعمل ايه بقى؟ هنبتدي بس طيب. هقول حاجه احتمال تزعل الناس الاول. اوكي يا جماعه، اللي انتوا مش بتشتغلوا بيه او اللي انتوا ما لبستوهوش لمده سنه او اتنين، من فضلكم استغنوا عنه. ده اول خطوه. صحيح. علشان ده صح، لو انت خصصت بيت كامل علشان وعملته كله كلوزت وعمال تشتري 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 برضه هتلاقيه بقى زحمه في يوم من الايام. صحيح. بس هي الرجاله هتنبسط منك قوي النهارده. خلي بالكم هم يعني هيوزعوا وهيشتروا. طيب انا هبتدي اشارك معاكم اول صوره، هديكم شويه معلومات عامه كده في الاول علشان يبقى عندنا زي قاعده. القاعده دي نبتدي نفهم ايه مشاكل الدولاب بجد، فما ندخل في باقي الصور تكونوا قادرين تتابعوا معايا احنا بنتكلم في ايه. جميل. اوكي جميل. فاول صوره، اول صوره دي بتتكلم على كل حاجه ومقاساتها المفروض تكون ايه. نمسك مثلا لو انا هحط بوتس تحت، انا بشاور عليها ارتفاعها ماكسيمم 22 انش. اوكي، لو هحط شو ماكسيمم هايت 8 انش. ليه الحاجات دي انا بقولها؟ يعني خليكم بس معايا، هتلاقوا شويه ايه المقاسات، احنا داخلين حصه حساب بس بليز خليكم معايا. هتلاقوا شايفين ده ايه الخط ده، ده معناه تطبيق. التطبيق مدينه 5 انش. كان يوماجن يعني 5 انش. التطبيق بقى اللي هي يعني مثلا الشيرتس البلوزات الحاجات دي كلها. اوكي، هتشوفي دلوقتي ليه الكلام ده كله. لو احنا هنحط شنط مدينها او اي بقى تطبيق عادي، لو تطبيق مثلا اعلى شويه 12 انش. لو دخلنا على فستان، لو انا هعلق فستان طويل بتاع سهره خلاص لازم اديله المساحه بتاعته عشان الفستان ما يبوظ، فهكون بحط له 66 انش اللي انا بشاور عليها. لو فستان قصير 48 انش. طبعا المقاسات موجوده بالسنتيمتر لو في مصر او البلاد الثانيه مش بيتعاملوا بالانش. دي بقى حاجه مهمه جدا اللي جايه دي. البنطلون شايفين الارتفاع بتاعه كام؟ 34. الجاكيت من 36 ل 44. مشكلتنا بقى ايه اللي جايه؟ دايما نبص نلاقي لو عندنا دواليب فيها رفوف ثابته المسافات كبيره جدا ما بينهم. ده صحيح. فاللي بيحصل ان انا بطبق الحاجه احطها فوق بعض وبيصعب عليا المسافه الفاضيه فبقعد اطبق اكتر واكتر. بكوم بالظبط. مش بطبق، بكوم بالظبط. فاللي بيحصل انه الكومه الكبيره دي او الصف الكبير ده ما بيقدرش يستحمل نفسه فبيقع. اي انا عارفه. فلما بيقع يو كان ايماجن بقى الحاسل اللي بتحصل. عشان كده الناس البروفيشنال لما بييجوا يعملوا ديزاينز للكلوزيتس لازم بيراعوا المقاسات دي. خلونا نمشي. يعني كل ما يكون الرفوف اقل بيديني اوضب، اقدر اوضب احسن بيسكلي، مش كده؟ بالظبط. في الصور الثانيه هنبتدي نشوف حاجات ثانيه. خلونا دي بس واحده مهمه قوي خلاص، لانه لو حد عايز يعمل كلوزت جديد
بيبقوا متلخبطين الدبث بتاع الكلوزت يكون قد ايه، العمق بتاع الكلوزت. لو انا مثلا احنا ابتدينا في اول حاجه فوق خالص، بيقول لك لو انت هتحطي الجزم فوق. الجزم بالطريقه دي انت محتاجه 12 انش او 30 سنتي بس خلاص. لو انت هتحطي صفين دي قصه تانية، اوكي. لو انت هتحطي ادراج فيها القميص بالطريقه دي، كان يوماجن طريقه رصه القميص بتفرق في مقاساته. وفي حد بيرص قمصان كده؟ مش كل الناس بتعلقها؟ لا، في ناس لغايه دلوقتي، في ناس بتحب التعليق جدا، وفي ناس مصره انها تطبق. صحيح، دي مزاجات. خلاص، اوكي. فقميص بالشكل ده ما يزيدش عن 18 انش، اكتر من كده انت بتهدر مساحه. هنحط قميصين ورا بعض، خلاص. أوكي. يبقى هوصل ل 24 انش. الرسمه بقى اللي تحت دي مهمه جدا، اوكي. لو انا عندي دولاب الخطوط اللي هي مش بالعرض دي اللي هي شماعات، كاننا قاطعين كده في الدولاب وشايفينه. لو انا عندي دولاب وهقفله بدرف، يبقى ساعتها لازم يكون الدبث بتاعه 24 انش او 61 سنتي، لازم. اذروايز الشماعه هتخلي الهدوم تبقى بالورب، فهتتكشكش فهتبوظ. اوكي. كان يو ايماجن انه المقاسات مهمه قوي كده. طب افرض انا هعملها اوبن كلوزت، مش هحط شماعات، يبقى اقدر اوصل للرسمه اللي فوقيها 20 انش او 50 سنتي. فليه الكلام ده كله؟ عشان لو انا عندي مساحه ابتدي افكر انا عايزه احط الحاجه ازاي. لو انا مساحتي مش كبيره قوي وهقفل بدرف، يبقى هخليه 24 انشز. بعد كده اسيب مسافه 3 فيت اتحرك فيها، واشوف الجنب الثاني هيستحمل معايا قد ايه. اوكي. وبناء عليه ابتدي تو ديزاين الحاجات بتاعتي. في بقى الصوره اللي بعديها، ده مثلا انا بقى يعني ده حد بيطبق بلوفرات، اوكي. اكتر من 3 بلوفر فوق بعض، صدقوني انتوا هتتعبوا، لانك لما تيجي تسحبي اللي تحت هتلاقيه كعبل هتلاقي الدنيا باظت. فعشان كده يعني ده بيوضح لنا جدا ازاي ان المقاسات دي مهمه. لو انا الرف ده بقى كبير جدا، يبقى انا نص الرف ويستد. اوكي. فلازم ده حاجه تانية. لو شفتي القمصان تحت، ماكسيمم قمصان بيتحط 2 فوق بعض، اوكي. ما ينفعش في البروفيشنال، اي حد بروفيشنال بيعمل ديزاين للكلوزت وهيعمل لك المسافات الكبيره قوي دي ما بين الرفوف وبعض، يبقى سوري ده مش مظبوط. واللي فوق ايه دي بقى؟ شرابات؟ دي شرابات بقى. دي فيها يعني عايز اعرف، هو في راجل بيحط شرابات؟ لا، هو بيرتبوا الشرابات كده مغمق شويه. فدي دي معلومات عامه عن الكلوزتس وايه المشاكل جايه من فين. الحاجات اللي جايه بقى، الصور اللي جايه هتوضح لنا اكتر. نمسك بقى لو انت عايش في رنتل، لو انت مأجر وعندك مشاكل معينه. بالظبط. خلوني اقلب على يعني خلينا نبتدي بالرنتل الاول وبعد كده نموف للعند. بيقولوا لي في الكنترول روم، بيقولوا لي ما فيش راجل في الدنيا الدولاب بتاعه مرتب. ما احنا بنحاول دلوقتي نحويهم يا جماعه، صدقوني هتشيلوا اكتر والدنيا هتبقى منظمه وهتعرف تلاقي اللي انت عايزه بسرعه. ده مثلا حاجه مشهوره جدا في الرنتل، اوكي. هتلاقي يا اما دولاب مقفول يا اما فاتحه كده. فده من ضمن الميكانيزم. طبعا انتوا لما الناس بتعمل رنتل بيبقى عندها رف كده من فوق، رف من فوق، وبيبقى تحتيه زي البار ده اللي بتتعلق عليه. بس هو ده اللي هو ده اللي موجود. بس اتس اوكي فور يو ان انت تشيله مؤقتا، تعمل حاجه مختلفه، ولما تيجي تمشي ترجعه تاني. اوكي. فدي حاجه سهله جدا. وشوفوا بعد كده لما هتتفرش هيبقى شكلها ايه. شوفي عملت ايه. خدت في الفستان الطويل، خدت الفستان القصير، خدت البنطلونات، خدت الجاكيتس، خدت التطبيق، خدت حاجات كتيره جدا. ولسه في سبيس كمان، في يعني سبيس ممكن تحت في البلوزات اهي وتحت اقدر ازود حاجات كتيره. ممكن احط الشوز مثلا تحت. yeah. برضو. سو ده ايديا. الحاجات دي مثلا لقيتها على امازون وانبهرت بيها، يعني بدل ما نروح نعمل كاستم ديزاين ونعمل خشب وتكلف كتير. تكلف كتير. على فكره انت في الرنتل ينفع بمنتهى البساطه تعمل حاجه زي كده، تشتري على فكره هنا ده حاطط فيه
فاكرين القمصان اللي اتكلمنا عليها ده السايز بتاعه يشيل قميصين مثلا فوق بعض يشيل اثنين او ثلاثة تيشيرت فوق بعض فبسهولة جدا افتحه اطلع اللي عايزاه من غير ما ادربك الدنيا وده برضو من امازون والحاجات كل الحاجات دي من امازون يعني امازون ده اختراع قوي جدا على فكره ده مثلا ضمن الحاجات واخدين بالكم ان هو ده دولاب حقيقي يعني ده دولاب اكزيستنج واخدين بالكم ده حطاه جوه الدولاب بالظبط ده يونت موجوده بتشتريها بتحطيها بس يعني سهله جدا بتساعدك انك تستغلي شايفه كمان ايه هنا دواء اللي هو الارتفاع القليل والارتفاع الاكبر سنه فده يخليكي تقدري تستغلي من الرف ده للرف اللي فوقيه ذا فول ديستانس اوكي بطريقه منظمه ده مثلا حاجه من الحاجات اللطيفه جدا شايفه يعني لما ده احنا بنشتريه اتس ا ديفايدر او حاجه بتقسم البنطلونات هدوم وات ايفر متطبقه بحيث اني لو سحبت واحد ما يلخبطش الدنيا ما بهدلش الدنيا وده ينفع يتحط في الصوره الاولانيه خالص اللي احنا شفناها من شويه ينفع يتحط تحت ينفع يتحط في الرفوف ينفع يتحط في حتت كتير ده بقى اختراع قوي جدا واو بصي واخده بالك انه اتجاه التعليق مختلف يعني احنا عاده بنعلق بالطريقه دي بالسايد بتاع الدولاب ماشي مع الدولاب بالظبط هنا لا هنا عامل زي المحلات خلاص لو انت قارنتي هتشوفي كام قميص اتعلقوا في دبث الدولاب اكتر بكتير من اننا نعلقهم بالطريقه دي يبقى انا كده وفرت حاجه بتاعت قميصين ثلاثه كان يو ايماجين طيب ايه اللي جنبها دي في سام ميكانيزمز بعد ما بتعلقيها كده تقدر تتطبق وهنشوفها جايه في وتفتحيها بالظبط اوكي اهي ده نفس الميكانيزم كان واحد بتعلقيه كده ما اخدش مكان اتس ذا سيم ميكانيزم بس هنا حاطينه للبنطلونات فطبعا اتس بتسيف حاجات كتيره قوي ده من ضمن الحاجات بقى البلوفرات ما تنفعش تتعلق يا ايناس استحاله لو بلوفر فلازم يتطبق ولو حطينا كذا بلوفر فوق بعض هتبقى ماساه ده لقيته في امازون وهايل يعني لايرز شايله كل واحد لوحده بحيث ان لو محتاجه واحد ارفعه تسحبي واحد وخلاص على كده يعني منتهى الجمال وشايفه واخد من الشلف اللي تحت لغايه الشلف اللي فوقيه يعني ماكسيمم يوز وذ فلكسبيليتي ويعني بطريقه منمقه كده وسهله ادخل بقى الشوز بقى مشكله الشوز مأساة الشوز عندنا يس يور رايت لو خدتي بالك في الصوره اللي هي بتقول بيفور احنا متعودين نحط الشوز الفردتين جنب بعض الفردتين جنب بعض اوكي ده اختراع برضو موجود في امازون اوكي لو كتبت شو اورجانيزر هيطلع لك حاجه من الحاجات دي اللي بيحصل انت دي فرده ودي فرده فوقيها فانت الفردتين فوق بعض بس علشان احنا سبيشالي الستات ما بنحبش نحط حاجاتنا فوق بعض عشان ما يبوظوش بعض هو مش نظيفه كمان لو حطيت الاثنين فوق بعض يعني فدي من ضمن الحاجات اللي هتدبل السبيس دي هايله دي بالظبط هايله جدا هايله تعالوا نشوف حاجه تانية لو انت بقى حد ايه بتحب كده شويه شغل الفنانين ممكن تعمل البار ده برضو موجود في امازون اوكي البار ده بقى بيتعلق في ايه في منه بيستاند على الارض والسقف بيبقوا ماسكين ودي الرفوف ده بقى قصه بقى ده الفاشونيستا بيحب ده لذيذ ده يس ده زي كاروسيل او بتلف فطبعا دي لو عندك كورنر في الاوضه او اي كورنر ديد ينفع احط فيها دي وشوفي هتشيل لي كام واحده ايه ده كام بير ده بتاع 30 40 مثلا متوقف على الهايت يعني في منها مقاسات صغيره في مقاسات كبيره في مقاسات واصله لغايه السقف فكل ده على فكره احنا بنتكلم على الرنتل انت لسه في رنتنج يور سبيس وتقدر تعمل كل الحاجات دي وحاجات برضو within the budget يعني مش حاجات مش هتقعد تبني وتهد وتعمل حاجات اوريدي يعني بالظبط مش حاجات مش غاليه يعني حاجات ده حقيقي دي بقى اسهل حاجه في الوجود نقدر نجيب الصوره اللي قبل دي اللي كانت على الحيط ايه دي بقى
دي هايلة دي كمان. طبعا انت شايفة الدبس بتاعها قد ايه. احنا قلنا لو انت ركزتي معايا ده امتحان بقى ليكي. اوكي قولي. الرسومات اللي قلنا عليها الاساسية المعلومات العامة في الاول، قلنا الدبس بتاعت الشوز قد ايه؟ 1 فوت. You don't need more than this. 1 فوت. اوكي. Simply دي 1 فوت، ولو قررت انك تجيب حاجة مايلة شوية it can be 9 inches. اوكي. اوكي. فانت كل ما تميل الشوز اكتر، يعني لو هي كده هتبقى 1 فوت، لو هي مايله سنه هتبقى اصغر شويه، هيبقى الدبث اصغر شويه. هتبقى 9 انش. يس. هتخليها بزاويه اكبر يبقى طبعا الدبث هيقل. فعلى حسب المساحه اللي عندك تقدر تختار الميكانيزم او تقدر تختار انت هاو تو دي اي واي. الحاجات دي سهله جدا انها تتعمل. دي جميله قوي. شايفه شايله قد ايه كمان. رهيب. جميله دي. دي بقى منتشره جدا في ايكيا الجزمات دي، و جمالها ان هي شايفه زي ما هو عاملها كده، حاطط فوقيها مرايه يعني عاملها كانها كونسول. اوكي. وبتتقفل دي طبعا. وبتتقفل. وممكن تتحط مش لازم في اوضه النوم، ممكن تتحط في اي حته، لان هي في الاخر شكلها لطيف جدا وفوقيها مرايه، فمحدش باين دي ايه يعني. الا لو حد فتحها بقى من الضيوف ولا حاجه. اللي كده من الضيوف هيفتح ده ليه؟ دي مثلا حاجه من ضمن الحاجات التانية. احنا دلوقتي سيبنا الجزم، دخلنا هاو تو ماكسمايز حاجات تانية. اوكي. دي جولري. ما اقدرش انسى الستات طبعا. اوكي. فانت لو خدتي بالك من يونت زي دي هتلاقي انه اولا الستات محتاجه مرايه طويله. صح. بلس كميه الاكسسوارز والجولري والميك اب وال بلس ان من وراها في ستوريج، رفوف اقدر احط عليها بوكسز جواها حاجات. فدي لو عندي كورنر بدل ما اجيب مرايه بس اعلقها على الحيطه، طب ما اجيب دي وماكسمايز الستورج بتاعي. طب ممكن نكبرها عشان المخرج، ممكن نكبر الصوره لو سمحت بس نشوفها. انا مش عارفه تنفع تكبر من عندي كده. حلو كده. حلو. انا شايفين يعني كل ده حاجات الجولري والميك اب والحاجات دي، ومن ورا ايه بقى؟ من ورا ستورج بتقولي. يس. صح. من ورا في رفوف لو انت واخده بالك، في ثلاث رفوف. فالرفوف دي اقدر احط فيها اللي انا عايزاه. دي هايله. بوكسز. يا خليني. او لما تتقفل تبقى مرايه. بالظبط. ما هي بتتفتح. يعني هي مرايه وده جوه يعني. فهمت يعني اللي جوه الدولاب او المرايه دي هي اللي احنا شايفينه مفتوح ده دلوقتي. exactly. صح. يس. اوكي. and it's rotating. ف انت مش محتاجه تقعدي تلفي وراها كمان. فاهماني؟ هي اللي هتلف وهتعمل كل حاجه. دي هايله دي. الصوره دي بقى انا بحبها جدا. افرض انا خلاص مليت الكلوزت بتاعي في الابارتمنت اور فور كوندو اور فور ايفر، خلاص ولسه في لسه في اليونتس دي جميله جدا على فكره. منتهى الشياكه. ولو اتحطت، لو انت عندك حته فاضيه في الاوضه ينفع تحطها على جنب هتبقى جميل. او ما تتخضوش يا جماعه، استنوا هتلاقوا منتهى الجمال. يعني تشيل كتير قوي. هي تشيل كتير، بس التركه الوحيده بقى لازم اقول اللي عليا واللي ليا. اوكي. ان انت محتاج شويه تكون منظم في الحته دي علشان نفسيتك ما تتعبش. دي صح. كل الكراكيب جوه الدولاب واقفل عليها وخلي دي شويه منظمه. صحيح. ده بالنسبه لو رنتل، لو انت هي دي امكانياتك وانت محتاج تعمل كده. لكن لو انت بقى عندك حاجه تانيه، تعالوا نشوف. لو عندنا هعمل انا كاستم ديزاين، لو انا لا انا عايزه ابتدي بقى ابني الموضوع ده من فروم سكراتش. اوكي. نعمل ايه؟ هتلاقوا هنبتدي بقى نبص على الصور. احنا اتفقنا انه في ناس، الناس نوعين، ناس بتحب تطبق وناس بتحب تعلق. اوكي. اللي بيعلقوا دايما مشكلتهم ان هم بيستخدموا ليفل واطي ويا دوبك لغايه لما يقدروا يمسكوا ويطولوا. طب ما في مسافه فاضيه عاده. صحيح. بتبقى يا اما رف تراب يا اما بوكسز ما نعرفش ايه اللي فيها. اوكي. فطريقه التفكير بقى في الكاستم ديزاين شويه مختلفه. الميكانيزم اللي انتوا شايفينه في الصوره ده مثلا اسمه بول داون. ده هايل. ده بيبقى فوق عالي جدا، بس المقبض بتاعه اللي انتوا شايفينه المقبض ده موجود في الليفل بتاعي. ف
فالهدوم فوق خالص في السقف بس المقبض في الليفل بتاعي، فبقدر ابوش ات داون اهو. شايفين الهدوم فين؟ فوق خالص في السقف، هتبان صور تانية. فبنزل ال 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 الراد دي كلها للليفل بتاعي. بالظبط، شايفه دلوقتي الصوره دي فين؟ ادي السقف وادي الهدوم وصلت للسقف، فكده ما عنديش لا رف تراب ولا بوكسز مش عارفين ايه هي. احنا استخدمناها تو ذا ماكسيمم لغايه فوق خالص. احنا الدواليب، انا عندي الدواليب يعني لحد فوق كده شويه لحد ما انا اقدر اطولها وخلاص، وبعد كده فاضي فوق مفيش حاجه. ليه فاضي؟ فويستد. بالظبط. Yeah. طب واي نوت تو يوز ات يعني. Yeah. فده من ضمن الميكانيزم الرهيب. لو بصيتي مثلا في الصوره دي هتلاقي شايفه كام ليفل؟ 1 2 3. عارف يعلق ثلاث حاجات. لو حد بيحب التعليق للدرجه دي انت ممكن تملى الدنيا من فوقيها لتحتيها. وباي ذا واي انت مش محتاج تحط كل الميكانيزم في كل حته، انت بس محتاج تحطه في الحته العاليه اللي انت مش هتقدر تطولها. فالميكانيزم ده ميزته انه بدل ما اقف على كرسي او بدل ما اقف على سلم which is really dangerous، طبعاً مش حاجة طبعاً سهلة، اروح منزلها بالايد دي، كل حاجة هتكون متناول ايديا. واو. فده من ضمن الحاجات اللي عنده كلوزت زي دي ده حتى لو صغيرة this is heavenly يعني حتى لو صغيرة صدقيني. او مثلا شايفه ده حد قرر ان هو انا هعلق كل حاجه في الوجود. اوكي. ده جميل. ده كميه رهيبه. مثلا ال 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 الميكانيزم ده هايل. نفس فكره التعليق اللي هو اللي كان بالسايد. يس. نفس الفكره نفس الحكايه. بس ده كمان بول اوت. فانت بتثبته في ال في ال في الرف دوت. اوكي. وبعد ما بتثبته بتبول اوت، فانت بتستغل الدبث كله بتاع اليونت. واكتر حاجه انت اخذتها من اليونت هي الويدث او عرض البنطلون، فعندك باقي المكان كمان. فهمتي قصدي؟ لو انا علقت البنطلون بالطريقه العاديه على الشماعات اللي احنا متعودين عليها تلاقي مسافه فاضيه من ورا، مسافه فاضيه من قدام، في تهدير. ايه رايك سو فار؟ جميل. طب عندنا بقى مشكله عويصه جدا للكورنرز. انا بكره الكورنرز. It's wasted. اللي It's wasted. مش بس ويستد، صعبه جدا في الوصول ليها. في ناس كتيره بتعملها اكستندد درو سوري شيلف which is يعني انا محتاج ابقى كائن تاني غير الانسان عشان اعرف ادخل جوه. انا عندي في الدولاب عندي الواكن كلوزت حته في الكورنر حاطه فيها حاجات ما بوصل، اقعد اتفرج من بعيد عليها كده مش عارفه اوصل لها، وانت مش عارفه توصل لها، ومع الوقت انت هتنسي ايه اللي جوه. صحيح. فعشان كده في حلول عبقريه شويه للحاجات دي، من ضمنها الصوره اللي احنا شايفينها دي. دي عباره عن حاجه عمود، كل دي شماعات على فكره. لما نبص كده اهي دي بعد ما اتعلقت دي اللي في الكورنر اللي احنا شايفينها فاضيه ودي مليانه. واو. فانت سيمبلي انت بتلفيها تلاقي كل تلاقي الهدوم بتلف قدامك كله شايفاه. فكله شايفاه. ده استخدام من ضمن استخدامات الكورنر في الكلوزت. في استخدامات تانية. طب في حاجه زي في حاجه زي دي في الكورنر مثلا لو انا في ابارتمنت ولا حاجه ومحتاجه احطها في كورنر، في حاجه زي كده مثلا ممكن اشتريها؟ ينفع، بس التركايه الوحيده اللي فيها هو ان انت يبقى عندك الاوبننج المظبوط ليها، لان المقاس يعني الفتحه اللي هتدخل لها منها. التجويف بتاع المكان لازم يبقى له مقاسات معينه، كل ميكانيزم بيبقى له مقاساته الخاصه. بس واي نوت يعني ممكن تتعمل. تدوري وممكن تلاقي حاجات زي كده. مش هيقول لا. اللي جايه دي انا متاكده ان انت هتحبيها جدا لان انا بحبها جدا. الله. ده كورنر. الله. كان يبقى انا لو عايزه اوقفها ونعد كام جزمه في الكورنر دوا. احنا لو حطيناهم في شيلفز الدنيا هتبقى مش كده خالص. دي هايله دي. اي نو. هنا بقى تو كورنرز، راح حاطط لك ناحيه جزم والناحيه الثانيه حطيت لك فيها مرايات بقى وشيلفز من ورا وقصص. فاهمه قصدي؟ فيعني على فكره هما بيخترعوا. ده بقى رهيب. عارفه ايه السيستم دوا؟ احنا عندنا جزم بنستخدمها في الصيف. طبعا انا بكلم الستات، ما لناش دعوه بالرجاله، هم اخرهم جزمه و
سنيكر وخلاص، لكن لا بتكلم عليه الستات. هتلاقي جزم للصيف، هتلاقي صنادل، هتلاقي بوتس، هتلاقي بوت طويل وبيت قصير وقصير والتنس شوز وال هتلاقي دوشة حاجة. دوشة طبعا. فسيمبلي لما بنغير السيزونز خلاص انا الميكانيزم اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الصوره بيروتيت بينزل الله. الحاجه بحيث انه انا مش لو دخلت من الصيف للشتاء ومن الشتاء للصيف مش لازم اطلع على سلم ولا اطلع على كرسي وانزل الحاجات. كل الحاجات دي خطر، ممكن الناس تتكعبل ويحصل مشاكل كبيره. فالميكانيزم اللي الناس بتخترعها بيبقى لها سبب هو انه تحل مشاكل وتعلي مستوى السلامة عند الناس. طبعا ده مثلا عندي خوارنا، يعني عملت الكلوزت وعندي خوارنا صغير، فرح عمل بول اوت حطت فيه الجسم. ده يعني بيطلع ويخش. يس يس. خدتي بالك انه المقاس اصغر شوية لانه ميلنا الشوز شوية. كل ما تميلي الشوز كل ما المقاس بيصغر. بالظبط. وحلوة يعني شايلة ايه 9 pairs. لا بس هو مش مبين الصورة على حسب على حسب الطول بقى كمان. بس يعني بالظبط. دي بقى يعني اختراع قوي مع انه بسيط جدا، لكن شايل. بصي شايل قد ايه، شايل ومحافظ على الشنط. واحنا شنطنا دايما حتى لو شنط كويسه ودافعين فيها فلوس كويسه لما بتقف لوحدها مفيش حاجه سنده بتقع بتتني. الجلد بيبوظ، مش عارفه الايد بتبوظ، حاجات كتيره بتبوظ. لو انا عملت الديفايدر دوا بيحافظ على الشنطه وتبقي شايفاه. انا يعني شنط عندي مثلا بقى كله فوق بعض مش شايفه ايه، وبحطه مثلا في اكياس بقى مش شايفه ده ايه، وده يقع على ده وده يقع، واسند دي بدي وتقعدي تسندي. اتس ا نايت مير. معاكي حق جدا جدا جدا، عشان كده بيخترعوا الحاجات دي. اوكي كده احنا حلو قوي كده. دلوقتي بس برضو عايزه اقول ان ممكن الشلف بتاعت الشنط دي ممكن برضو تشتريها من امازون لو انا ما عنديش يعني اللوكسري بتاع الواك ان كلوزتس والحاجات دي كلها. ممكن برضو يشتري الحاجات دي من امازون يحطها في الدولاب على 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 شلف او حاجه. مش اكيد طبعا. يعني مش الحاجات دي ينفع نعمل كل ده براحتنا. انت انا اديت لك دلوقتي افكار كتيره للكلوزتس في الرنتل وللكاستم ميد، واديت لك البيز هاو تو ثينك تو ان اوردر ان انت توصل لذا ماكسيمم كاباسيتي يو كان يوز. اوكي ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص. فلما تحط كل المعلومات دي في ذهنك وتبتدي تشتغل وانت بتسيرش في امازون او ريفر هتعرف تختار ده انا عايزه عشان كذا. بس الاول تاخد مقاساتك، حط بلان، شوف انت عايز تعمل ايه، شوف هتستغنى عن ايه الاول، وبعد كده هيتبقى عندك قد ايه محتاج تحطه ازاي، وبناء على دوا ابتدي اختار الميكانيزم. عايزه اقول بقى ادخل في حته تانية خالص جامده شويه. افرض انا مليت الكلوزت والووكينج كلوزت وكل ده عملته خلاص، عايز مور، خلاص عايز اكتر. شايفاكي بتتحكي من اعمار بتحصل. جايبالكم بقى شويه الصور دي، تعالوا نبص على الصوره الاولانيه. شايفه ده ايه؟ ده بس محتاج مساحه. لو عندك مساحه اوسع سنه في الاوضه اوكي، انت عندك كلوزت في حته تانية وعندك كل حاجه موجوده زي ما هي مالناش دعوه. بدل ما نحط السرير على الحيطه زي ما كل الناس تعملها، لو عندك الاوضه واسعه شويه تقدر تعمل بارتيشن، سواء البارتيشن ده هو خشب وريفر خلاص هنشوف حلول تانية ليه، ومن ورا استخدم الحيطه دي كلها الممر دولاب اد مور كلوزت. بصي بقى هنا مثلا حد قرر انه انا مش عايز اعمل بارتيشن، عايز احط ستاره ارخص. طب دي فكره حلوه طبعا. وراها ادت شكل حلو جدا للسرير از باك جراوند للسرير، واستفدتي بالسبيس اللي ورا دي كله. اللي ورا ده ابني فيه بقى كلوزت زي ما انت عايز. هي دي بس الحاجه الوحيده اللي فيها ان محتاج الاوضه تكون اوسع السنه، تاخد مقاساتك مظبوط علشان تطلع معانا مظبوطه. لو عندك حته على الجنب
هي فكرة السترة حلوة ليه؟ لأن برضو مش مكلفة. برضو لو أنا قاعدة في أبارتمنت مش بيتي أو في بيتي حتى ومش معيش الفلوس اللي أنا أقدر أهد وابني، طبعا الحاجات دي كلها مكلفة جدا. ففكرة الستارة دي رائعة، حط الستارة وراها بقى حط البلاوي كلها ورا الستارة. دي مثلا الصورة دي من أجمل الصور اللي عجباني قوي، لأنه ما حطش مسمار في حيطة. أنت واخدة بالك؟ انت متخيله ان هو عمل بنى الحاجات دي ودي كلها تعاليق شماعات وكل ده تطبيق. فسيمبلي هي نفسها بيس اوف ارت، يعني دي لو اتحطت في حيطه في الاوضه وعملتها شكلها يجنن. ده بقى لو حد حابب ايه يبقى كده ارتستيك قوي وبالطريقه دي وعايز بس يعلق الكوتس بتاعته هو داخل مثلا من باب البيت مش عارفه، يعني دي طريقه لطيفه لو انت ما عندكش الكلوزت بتاعت الضيوف بتاعت الكوتس. خلاص ممكن تعمل حاجه زي كده بمنتهى البساطه، اساسا دي قطعه ديكور تجنن. فشكلها جميله قوي. ده مثلا الصوره دي بتوضح ان انت من الحيطة للحيطة العمود ماسك وماسك في الأرض وماسك في السقف، فما هياش بيك ديل خالص إنها تتعمل وتبقى حلوة كمان في أوضة الأولاد الأطفال مثلا الشباب اللي عندهم الجزم بقى التنس شوز والحاجات دي كلها. برضو الحاجات دي كلها بتنفع قوي قوي في الأوض بتاعتهم. والديزاينز اللي زي اللي أنا حطاه دلوقتي على السكرين ده شبابي جدا. يعني ده لو حطيتيه لتين ايجر بنت او ولد مبسوطين بيه جدا. فده ستايلش جدا بالنسبة لهم. طبعا بالنسبة لنا احنا فين فين الدولاب؟ انا عايز دولاب بالظبط. لكن انا بحاول المس كل احتياجات الناس بحسب اعمارهم كمان واختلاف أزواقهم. انا بس عايز اقول ان الاذواق اتغيرت خالص، يعني احنا غير زمان احنا لازم الدولاب ولازم مش عارفه ايه. لا زي ما انت تقولي الحاجات اتغيرت خلاص دلوقتي، لان المساحه بقت صغيره، كل ما مدى المساحات بتبقى اصغر والبيوت اصغر والابارتمنتس اصغر. فيعني نعمل اي حاجه وي كان عشان نقدر اقول نستغل كل انش في البيت، زي طبعا ما بتورينا الحاجات الحلوه دي. ايوه بالظبط معاكي حق. ودي يعني الناس اللي على فكره الناس اللي بتعمل الميكانيزمز وتقعد تفكر في الحاجات دي بيفكروا بعمق جدا في مشاكل الناس علشان يعرفوا يطلعوا بميكانيزم يحل المشكله. فاحنا شاكرين جدا للتكنولوجيا. لا ذاتس جود كده. اي ثينك هل عندك اي اسئله ثانيه بالنسبه لل لا اي ثينك وي كفرد كل حاجه بالنسبه لللبس والشوز والحاجات دي. انت جايبه لنا ايه ثاني بقى؟ نتكلم على ال اتس اب تو يو. انا عندي كتير. طيب خلي المطبخ للاخر عشان ده هيبقى بقى كبير شويه. دلوقتي الحاجة يمكن من الحاجات اللي أنا يمكن جربتها عندي في البيت، أنا المطبخ عندي صغير ومش عارفة أحط حاجاتي فين، وعندي برضو حاجات كتيرة والأوراق وحاجات كتيرة قوي قوي استعمل. فأنا كان عندي سلم ففكرت أعمل دولاب تحت السلم. فانت طبعا عندك بقى حاجات افكار جميله هتوليه تحت السلم، لكن عايزه اقول ان الدولاب ده شايل شيل طبعا انكريدبل. عملته بقى كله رفوف زي ما انا بحبها، بس انا مشكلتي احب الرفوف الواسعه عشان بحط حاجات على كتير. حسب انت هتخزني فيها ايه. لو انت هتحط فيها بوكسز كبيره لازم تبقى واسعه، لكن كبيرة. لو انت هتحطي فيها ما انا بقول لك هي مش قاعده لازم اعمل 5 انش في كل حاجه في الدنيا. لا ده بالعكس، لو انت هتعملي ستورج في الجراج انت بتحطي البوكسز الضخمه كبيرة، فلازم يكون السبيس بتاعها كبير. فعلى حسب انت الستورج بتاعك في انهي حته وهيخدم ايه وهتخزني فيه ايه بتبتدي تنظمي ارتفاعات الرفوف علشان تجت ده ماكسيمم. ده صحيح. ف يا بقيت حتى احط حاجات عشان السلم جنب المطبخ، بقيت احط حاجات حتى زيادات في المطبخ مثلا مش قادره احطها، الخلاط مش عارفه ايه الحاجات اللي هي زيادات دي، ونفعني جدا جدا. فبرضه يا ريت بقى تورينا الحاجات ازاي نقدر اللي عنده سلم مثلا او حاجه زي كده ازاي يقدر يستفاد بيها تحت السلم ده، تحت بير السلم ده. ولنا لينا قصة كبيرة جدا، وأتمنى أن أنتوا تعجبكم الحاجات اللي أنا جايباها. أول صورة بتحكي اللي أنت قلتيه بالضبط. أوكي شايفة؟
رفوف كبيرة وكل حاجة محطوطة في بوكسز وحطناها وقفلنا. فبمنتهى البساطة ده حل لطيف جدا. ولو خدتوا بالكم كمان هتلاقوا انها محطوطة على عجل، فالعجل ده بيتحرك بسهولة، مش محتاج ان انا اشد كل ده، ولازم يكون محطوط يعني كل الرفوف دي بتطلع لبره بالظبط بالباب بتاعها. دي هايله دي. في ديزاين تاني لو انت عايز حاجه مودرن شويه، ده هنا العمل الديزاين ده الحق تحت السلم بالمطبخ، فعملها ستوريج للمطبخ. شايفه فكره هايله فجميله. دي كمان جزم. انا عارفه عقدتك ده، عقدتي الجزم، بالك كميه حلول للجزم رهيبه. ف يعني حل عبقري جدا بصراحه. يعني بدل ما هو الكورنر الميت ده وانا مش عارفه اعمل فيه اي حاجه، صحيح هو فعلا ميت مش مالوش اي لازمه، وساعات بيبقى فاضي كده مش حلو، فده بيديله حتى منظر لطيف، يعني بيديله مساحه ستورج اكتر، which is really good. ده مثلا حد يقرر انه لا انا مش نافعني رفوف بس، انا هحط كمان ادراج وتعليق هدوم بقى، ده عايش حياته يعني، هو عامل دولاب بس بيطلع بالجنب. فبرضو اقتراح عبقري جدا. ده حد مثلا قرر، شايفه الميكانيزم اللي موجود ده، ده عباره عن علاقات بتتشد مع ادراج، فكل واحد بيقسم المنطقه دي على حسب انا احتياجي ايه واحط فيها ايه. الصوره اللي بعدها دي لطيفه جدا. ليه؟ ضرب عصفورين بحجر واحد، ما كانش عايز يقفل تحت السلم سوليد، فحب ان يعملها اوبن شيلفز، يحط عليها حاجات ديكوراتيف جميله. بس في ناس شايفه من بره ده كل ده لما يتقفل او يتزق هيبان انه الشلف اللي عليه الحاجات اللطيفه دي، لكن لما بطلعه لبره كل دي رفوف من جوه. فهو كده ضرب عصفورين بحجر واحد، شكل جمالي زائد استخدام. ده حد قرر انه انا عايز دروورز من تحت ادراج ومن فوق هحطها كده لطيفه، منظر بس يعني موصلي يعني. ده منظر قوي بقى، بس هي بصراحه عجبتني فانا كان لازم اجيبها. ده لطيفه برضو. ده مثلا حد بيحب القرايه جدا، ده مزاج بقى. بالظبط، ده حاطط كرسيين تحت والكتب وبتاع وبقى كوبايه الشاي منتهى الجمال بصراحه. يعني دي لذيذه. دي ده حد تاني نفس الصوره اللي قبل اللي فاتت. دي بقى رهيبه، ده عامل أوضة تحت السلم. اكزاكتلي exactly. عنده مساحة كبيرة، وليه يضيعها؟ وخصوصا الأطفال الصغيرين بيحبوا قوي يبقى عندهم الكورنر بتاعهم. أنا بنتي بتحب جدا تقعد تقرا لوحدها في الكورنر بتاعها، مش فده أنت لو عملته لابنك ولا بنتك هيعمل لك تمثال. صحيح. وكل اللعب بقى وكل الجوه ما حدش هيشوف بقى الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي جوه. وأول ما تبتدي بقى الارتفاع بتاعها هيكون مش مناسب شويه، نبتدي نقلبها تبقى ايه؟ ادراج. ممكن واحد كمان يعمل مكتب جوه، يعني مش كل الناس عندها. جاي في طيب السكة. جايه سوري. على فكره ده عارفين ده ايه؟ ده في حاجه اسمها داي بيد، لما الواحد مش عايز ينام بس عايز يريلاكس كده، يقرا حاجه مش عارفه. اتس فيري نايس بصراحه. يأنتخ. 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 أنا أول مرة في حياتي أسمع كلمة يأنتخ من واحدة صاحبتي تقول يأنتخ، قلت يعني يأنتخ دي يعني ريح. أنت سايبة مصر بقالك كتير قوي يا إناس. أنا جاية صغيرة خالص. أيوة كورس. ده نفس الفكرة، بس عجبني إن هو كان السلم ماشي جنب الشباك، ف بمنتهى البساطه. شايفه عمل شغل جامد قوي ازاي. وطبعا لو حد ضيف جه ممكن ينام فيها يعني. yes. يعني اتس يوزابل يعني. yes. حلو قوي. من ضمن الحاجات اللي الناس بتخاف منها ان انا افرش تحت السلم. ليه؟ في ناس بتخاف، في ناس بتحس او تو بي اونست وذ يو، انك تعملي ديزاين زي دوا محتاج الدنيا تكون مفتوحه شويه، لكن محتاج حرفانه شويه تعملي الموضوع ده ازاي. بس انت ينفع فعلا تحطي رفوف وتحطي الصوفة تحت، بدل ما احط الصوفة من الناحيه الثانيه وهدر المسافه دي. وهتلاقي بقى صور ثانيه جايه بيستخدموا تحت السلم في الليفينج روم او الفاميلي روم بطريقه مبتكره. ده مثلا واحد قرر ان هو يدخلها في المطبخ.
amazing. طبعا يعني منتهى الابداع في التفكير طبعا. ويت بار تحت السلم، ناس كتيره ما بيبقاش عندها سبيس لويت بار، فبتحطه هنا. ده افكار جميله. بصي الله. بصي ده ده ويت بار بس مبهج جدا. منتهى الانوار كمان، الانوار كمان اصلها بتعمل. فانت عملتي، انت خلقتي مساحه ميته شكلها اجلي ضلمه، لا خليتيها حاجه مبهجه جدا ويوزبل جدا جدا. انت طب مالناش دعوه باللي هم بيخزنوه جوه، احنا هنعملها روم تانية. بس انا جايباها علشان الفكره مبدعه حقيقي. شايفه نفس الحكايه. سو مجرد ان انت نورتي تحت السلم، قفلتي حتى بإزاز وعملتي ستورج جوه شكله لطيف، شكله جميل، بقت يعني اي كاتشي، انت بتجذب عينين الناس للحته دي. صح. هنا بقى فاكره لما اتكلمنا على الفاميلي روم وقلنا هنحط ايه تاني؟ او الصوره اللي فاتت كنا حاطين الكاوتش تحت السلم، الناحيه دي حطينا الميديا سنتر، حطينا التلفزيون، حطينا كل الفاميلي روم كلها تحت. بالظبط. سو واي نوت؟ يا فعلا نفس الحكايه. مكتب، شفتي؟ قلت لك جاي في السكه. مهم ان معظمنا يعني كميه الورق اللي عندنا في امريكا هنا والبيلز والجوابات، يعني ما فيش اكتر منها هنا. مش عارفين نحطها فين. انا مش عارفين نحطها اول حاجه تجيبي شريدر. وفي حاجات بقى لازم تحافظي عليها عشان يبقى في الريكوردز بتاعتك. ودي حاجه من الحاجات اللي بحطها في الدولاب بقى، البوكسات والورق، يعني ورق ورق بتفظيع. تحت السلم بقى، تحت السلم. فطبعا لو واحد عنده طبعا مكتب وفي الحاجه بتاعته تبقى حاجه اتس بليسنج يعني. yes. طبعا يس. ده بصي عمل مكتب بالجنب بتاعها كمان اكسترا ستورج، فيعني مش محتاج حاجه تانية الشخص ده بصراحه. لا افكار جميله الحقيقه، شايفه كلها. منتهى الجمال. ده بقى لو انت قررت انك تو جو بيوند كمان. خلاص علشان تعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس خالص. حتى الستبس بتاعت السلالم لو انت بس، انا طبعا يعني شويه يعني مش هقول اكستريم، بس لو انت في البروسيس انك تغير السلم بتاعك وكده، يعني اتيس فكره عندك لو تحب تعمل حاجه زي كده. شايفه؟ واو. ليه لا؟ هو عنده دبس. وعلى فكره الدرورز دي مش لازم يكون عمقها عمق الستيب لوحدها، لا انت عندك مساحه جوه. فانت ينفع تخلي الدرور طويل جوه وتشده براحتك بقى وتخزن اللي انت عايزه. صحيح. لان انت عندك المساحه دي من اول هنا لغايه جوه خالص. طبعا. فمنتهى للاسف ان كل المساحات دي فعلا ميته، اتس ديد سبيس يعني. yes. مفيش، فخساره. ده بالنسبه لل تحت السلم. اي ثينك انه كده احنا خدنا ايديا. لو انت عايز تعمل ستورج ينفع، عايز تاد روم، مش احنا هنسميها مجازا روم، هتاد اوفيس. لو انت ما عندكش اوفيس روم تعملها اوفيس، هتعرف تحط اوفيس. عايز تزود داي بيد، هتعرف تعمله. عايز تزود حته لاولادك يلعبوا فيها جوه، يرموا كل العابهم ويقعدوا يلعبوا فيها جوه، تقدر تعمل كده. في افكار كتيره جدا جميله. ف اتس اندلس. يا صحيح، ده صحيح، ده صحيح. يلا هنشوف المطبخ بقى. دي كارثه كل ست. المطبخ مهما المطبخ صغير او كبير تحسي برضه ان هو صغير، لان بتشتري بقى الحاجات، البلندر، الخلاط مثلا، البريشر كوكر، التوستر، يعني عارفه كل ده بياخد من الكاونتر توب، بياخد سبيس كبيره. مش عارفين الواحد يعني يقف ازاي، يعمل ازاي، يطبخ ازاي، فبتبقى صعبه. وعايزين نجيب حاجات سبيشلي برضه لو في اولاد اطفال، الغسيل على طول والكوبايات يعني بيبقى هيصه جامده خالص. كلامك طبعا مظبوط جدا. وعلى فكره لو المطبخ مش مظبوط ومتروق مظبوط، الستات بتتعصب. احنا بنتعصب بسهوله لما الدنيا تبقى مش منظمه. صحيح. فانك تخلي الكاونتر توب فاضي خالص، دي حاجه اسينشال ومهمه جدا جدا، مريحه جدا للست طبعا. ده حقيقي. بس زي ما خدتكم قبل كده على شويه معلومات اساسيه، برضو المطبخ محتاج نعرف عنه شويه معلومات اساسيه لاي حد
عنده حته فاضيه عايز يزود ايلاند، عايز يزود بنينسولا، عايز يعمل مطبخ من اول وجديد. خلاص في حاجات اساسيه لازم نفهمها، قاعده عامه، بعد كده هندخل للمطبخ الرنتل والمطبخ الكاستم ميد، هندخل في تفاصيل دي. طيب جميل. اوكي جميل. خلونا نشوف الصوره اللي معانا دلوقتي. من اهم الحاجات على فكره المطبخ مش شكل بس، شكله فانكشناليتي ومقاسات. المطبخ هو مقاسات، فده مثلا بيكلمنا على فلور بلان او شكل المطبخ. لازم يكون في مسافات من 36 ل 48 انش مينيمم ما بين هنا وهنا. اوكي هنا لازم يكون 36 ل 8. ليه الحاجات دي؟ علشان لو اتنين بيشتغلوا في المطبخ وحد ماسك حاجة سخنة والتاني بيعدي من وراه ويخبطوا في بعض، كارثة طبعا، هيبقى فيه إصابات كبيرة. فالحاجات طبعا. المقاسات دي مهمة جدا والناس مش بتبقى واخدة بالها منها. فهيقول لك أنا عندي مطبخ كبير جدا، لما نيجي نحطه بالمقاسات أنا عندي الممر أهم بكتير من المطبخ، لأنه سلامة الناس أهم من كل طبعا. حاجة. مثلا مشهور قوي حكاية مثلث الحركة في المطابخ. يعني ايه مثلث الحركه؟ اوكي دلوقتي انت شايفه المثلث اللي مرسوم ده. اوكي ده مثلث وهمي بيترسم ما بين الستوف او البوتاجاز والحوض والتلاجة. لازم يكون في مثلث ما بين الحاجات دي. ليه مثلث؟ لانه هما دول الثلاث حتت اللي في المطبخ اللي انا رايحه جايه عليهم all the time. فلازم يكونوا كونكتد صح علشان حركتي في المطبخ تكون سلسة وما حدش يصاب بأي حاجة. خلاص فهنا أول صورة مثلا كان بيتكلم على المسافات برضو. أوكي هنا بيقولك على الأقل تكون من 43، على الأقل الأفضل أنها تكون 48. هنا 41 it's so dangerous. خلاص it's not right at all. المسافة القليلة في مثلث الحركة ده حاجة مش صح خالص. الصورة دي آخر صورة بالنسبة للمعلومات العامة على المطابخ. في كذا شكل لرصة المطابخ. في ناس بتحط المطبخ جنب بعضه، اللي هو البوتاجاز جنبيه الحوض جنبيه التلاجة. خلاص ده سلس في الحركة، ما عندناش أي مشاكل. دايما تخلي بالك أن البوتاجاز يكون قريب من التلاجة، سوري أنا أسفة، الحوض يكون قريب من التلاجة مش العكس. لأنه عادة إحنا بنجيب من الفريزر بنحط على الحوض، بنخلص شغل الحوض او بنغسل الخضار او بنعمل كده نروح على البوتاجاز. ففي دراسه للحركه، لان انت لو حطيتي البوتاجاز في النص ما بين الثلاجه والحوض هتلاقي نفسك عماله تلفي سيركلز، وده مش هيساعدك خالص. هنا برضو نفس الحكايه بيفهمك اهو مثلث الحركه سهل ازاي. ايا كان بقى انت عندك المطبخ عباره عن ضلعين او ال شيب او ال شيب مع ايلاند، او داخل على اولموست دايره كامله او يو شيب. اوكي سو الحكايه دي مهمه جدا. جميل. قاعده عامه مهمه. اوكي جميل. علشان بلاقي ناس كتيره قوي مش بتتعب وهم بيعملوا الديزاين. ندخل بقى لو انت عندي مطبخ اوريدي. وقولي لي بقى ايه التسهيلات اللي تقدري تحطها لي بقى، الحاجات الجادجتس بقى والحاجات الاورجنايزرز تسهل لي حياتي. تمام انا همسك دلوقتي الرنتل. بس مش معنى اللي انا هقوله انه ده خاص الرنتل بس، لانه في حاجات كتيره سبيشال المطبخ هتلاقوا في حاجات اوفرلابنج كتير مع بعض. في حاجات ينفع في رنتل تبقى في الكاستم، وفي حاجات في الكاستم تنفع في الرنتل. اكيد طبعا. اول صوره مثلا مع بعض، لو انا عايزه افضي الكاونتر توب زي ما انت ما بتقول. اوكي انا ينفع املى دي كلها، كل الاجهزه، اجيب اليونت دي احطها اسايد. اليونت دي شكلها منتهى الجمال، فيري مودرن وجميله. اوكي فانا لو حطيت الحاجات دي على جنب، انا فضيت الكاونتر توب وخليت ستيشن كامله لكل الاجهزه. صح. وشايفه كمان اللي فيه البوتس تحت كمان، ان المشكله كبيره البوتس والبانز والحاجات دي. لو ما عندكيش مكان ليها يو كان ماكسمايز السبيس بتاعك بحاجه زي كده. وعلى فكره انت ينفع تحطي حاجات كتيره مش بس ده. اوكي من ضمن الحاجات على فكره ده مش لازم يكون في الكاستم ميد، ده انت ممكن تشتريه من امازون البول اوت دوت.
وتثبته. في بعض انواع بتتثبت على الارضيه بتاعه المطبخ او في جناب المطبخ. ده هايل ليه؟ لانه عاده المطبخ بيكون دبس بتاعه 24 inches or a little bit more sometimes more. ف اللي بيحصل هو انه عاده احنا بنستخدم اول حاجات محطوطه قدام. صحيح. اللي ورا دوا متعب جدا عشان اوصل له. انا عشان كده انا لما بعمل ديزاينز مطابخ بفضل اني اخلي كل حاجه تطلع لي، مش انا اللي ادخل لها. يعني انا ادخل لها دي هنوطي بقى وركبنا ونقعد على الارض عشان نجيب اخر رف ونجيب اللي من جوه، ودايما اللي جوه ما بتشافش اصلا وبيتنسي. بالظبط. فلما هنجيب حاجات زي الصوره كده ما بتقول هتلاقوا انه اتس بول اوت، انت بتطلع كل اللي جوه بيطلع لك بره. جميل. من ضمن الحتت اللي الناس مش بتستغلها كويس تحت الحوض. احنا ينفع نعمل كميه تخزين تحت الحوض، وده كله على فكره رنتل فريندلي، يعني انت بينفع تجيب وتحطها وتركبها. بالظبط. وده كله بيطلع زي ما تقولي. بالظبط. كل ده بيطلع. كميه الاجهزه دي منظرها على الكاونتر توب يجيب اكتئاب. ايوه صح. ومش بيجيب اكتئاب كمان، ما بتعرفيش تشتغلي، بياخدوا it takes up كل السبيس على الكاونتر توب، ما بتعرفيش تشتغلي بعد كده. لو تاخدي بالك السمة العامة في اللي انا بجيبه لك كله حاجات بتطلع. لانه يعني طب لو انا عندي اوريدي مطبخ، يعني عندي مطبخ دلوقتي ومش عايز اصرف كتير ان انا ابني مطبخ من اول وجديد وكده، يعني ده ممكن يتركب اللي هو اللي بيطلع ده؟ بصي بصي هو ممكن يتركب، بس هيتركب على الجوانب. خلاص. اخد بالي كويس قوي انا بركب الحاجات عشان بعد ما اشيلها هحط التكايات بتاعت الخشب. عشان مكان الخرم، فلازم تتعمل صح قوي علشان ما اضطرش ان انا ادفع غرامه بعد كده. دي كلها ميكانيزمات ينفع تتركب، وعلى فكره كل ده ينفع يكون للرنتل وممكن يكون للكاستم ميد. اوكي. بس دي هايله، دي اللي فاتت دي للبوتس اند بانز، ان البوتس اند بانز بتحطيها كله بيبقى فوق بعض ومش عارفه تشوفي دواري بقى دواري والغطا لوحده والحله لوحدها. انا فاكره انا حطيتها هنا مش لاقياها، هنا ندور بقى. رهيبه القصص الحلم بالطاسات بالغطا بتاعهم دي، يعني دي هايله. دي حلوه، دي لطيفه جدا. كمان جميله دي. شايفه دي ميزتها ايه؟ شايفه واقفه ازاي؟ واقفه باللي هي الكاوتش اللي ماسك في الارض، فاهمه قصدي؟ شايفاها؟ ايوه صح. هي تحت. دي جميله دي. دي برضو حاجه لطيفه قوي. يو بول ات اوت وتعلقي فيها البانز. دي جوه الدولاب. جوه الكابينت. فساعتها لما انا هعلقها هيتبقى لي ايه بقى؟ احنا دلوقتي مالينا المساحه اللي من فوق، اتبقى لي حته تحت الارضيه اقدر احط بقى حاجه تانيه. صح. شفتي بقى؟ يبقى انا لازم استغل كل الارتفاع اقدر استغله. نفس الحكايه تحت الحوض. دي بقى من الاقتراحات العبقريه للكاونتر توب. لا مش للكاونتر توب، دي امال دي ايه؟ للوال دي جوه الدولاب. ده للدواليب اللي موجوده فوق على الحيطه. شايفه؟ يعني ده عباره عن الرف اللي فوق وده عباره عن الرف اللي تحت. احنا اشترينا الاكستنشنز دي وركبناها على الرف اللي فوق وحطيناها على الرف اللي تحت. بقى عملنا رفين. عملنا ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. صح. بقى ثلاثه سبيس. شايفه اهو دلوقتي ده ومن غير دقدقه ولا مسامير ولا حاجه من الحاجات دي خالص. فانت بمنتهى البساطه دلوقتي شايفه الحته اللي فوق دي، شايفه الدولاب شايل كميه حاجات، يعني ليه اهدر كل المسافه دي؟ صحيح. ما انا مشكله كبيره عندي ان الدولاب مثلا بتاع السبايسز الاقي حتى السبايسز كلها مرصصاها تحت ونصها فاضي فوق، مش عارف احط فيها حاجه. بالزبط. فاضيه. بالظبط. يعني ده سبايس تشتري حاجه بقى من الحاجات دي برده كلها موجوده في امازون. هتدبل السبيس، ممكن كمان تتريبل السبيس. ده مثلا من احلى الاختراعات، مع انه سو سمبل. ده احنا كميه الكانز بتاعت الصلصه وبتاعت الفول مصريين. طبعا المصريين في الصيام دلوقتي كمان. والصودا كمان. بالظبط. والصودا كده. رايت. خلاص. طيب لو انا حطيتهم كده بس برضو بهدر مساحه من فوق. خلاص. فدي
دي بنفس الكونسبت ان انا بستخدم المساحة الرأسية كلها. يا هيلة دي. ده مثلا حل تاني نفس الحكاية، ادي رف وادي رف، حطيت حاجات تحت اتبقى نص المسافة. هو ده اللي انا كنت بقولك عليه ده. بصي بقى فوق جميل ازاي، انت جايبة الصور يعني الواحد مستفاد منه بكام حاجة فوق بالزبط. غير اللي تحت ده بيبقى قاعد كده وفوق فاضي بالزبط. مش عارفين نستفيد منه. احنا علشان متعودين اننا لازم نحط على الرف بس عشان اتعودنا على كده شفنا كده، لكن لا تعالوا نطلع out of the box. انا عندي كل دي مساحة، طب وليه دي فاضية؟ صحيح استفاد بيها بالظبط. دي مثلا كمية ازايز المية بتاعة الولاد رهيبة. يعني كل واحد عنده 2-3 لو انت وقفتيهم بالطريقة العادية برضو يرجعنا لوز الحتة اللي من فوق. صحيح. فده نفس الكونسبت. دي حلوة دي قوي طبعا. الاختراع العبقري. مأساة كل الستات. حلل. ده مثلا قرر انه يعمل ايه تحت الوال كابينت، القعر بتاع الوال كابينت، راح قاد الحاجات دي، هنشوف صورة تانية ليها. بمنتهى البساطة عارفة ده عمل ايه؟ ما لا مسمار ولا اي حاجة، هو لبسها بس في الرف. نفس الكونسبت شايفة اهي. I see. فانتي بدل ما تحطي دي على بدل ما تحطي الرول بتاع النابكنز على الكاونتر توب، تحطيها الكاونتر فاضي وعلقي فوق، عندنا مسافة فاضية ما نستغلها. دي مثلا من ضمن الحاجة. شايفة بيفور بتفكرك بايه؟ بتفكرني بحاجات كتير. بتفكرني التوب وير عندي الحاجات البلاستيك كلنا بمقاسي. دي مأساة بقى التوب وير دي، الحاجات العلب البلاستيك دي. انا جايه لك دي مأساة. انا ما اقدرش. دي حاجه اساسي بس اللي انا كلمه افتر دي تحتيها ليزي سوزان دي، او المصطلح ده مشهور قوي. في منه مقاسات صغيره ينفع تتحط من غير لا مسامير ولا اي حاجه، تتحط فوق بمقاسات صغيره، فينفع الكورنر بتاع الكابينت اللي من فوق يلف، فاعرف اجيب كل حاجه منه استفاد منه بالظبط. فالحاجات اللطيفه دي اختراع اهو. ده بين التلاجة والحيطة، يعني الحيطة السبيس الصغننة دي بالظبط. واو. Can you imagine؟ فرنتل، انت مش محتاج تعمل اي حاجة، ادي شكلها ودي بعجل من تحت بالزبط. يعني اقدر اشدها واحطها بالظبط. فانت دايما في الرنتل بتلاقي مسافه ما بين الثلاجه والحيطه، فبمنتهى البساطه يوز ات. ليه نسيبها ضايعه؟ هندخل بقى في حته تانية خالص دلوقتي. الحته دي بتتكلم على، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على اليونتس اللي تحت اقدر احط فيها حاجات شكلها ايه تطلع وتدخل ومش عارفه ايه، اليونت اللي فوق اقدر ازود عليها ايه ميكانيزمات رفيعه وصغيره. عندي حاجه اسمها باك سبلاش. الباك سبلاش دي اللي هي ما بين الكاونتر توب وما بين اليونتس اللي على الحيطه. اوكي. المسافه دي انا اقدر استغلها برضو. ازاي بقى؟ شايفه هنا ده الكاونتر توب وده الكابينت اللي من فوق. لو احنا زودنا وحده رفوف رفيعه من تحت اقدر احط بقى فيها حاجات بالظبط. بس انا لازم اراعي بقى ان دي ما ينفعش تكون عميقه، لازم يكون العمق بتاعها صغير، يعني هتشيل برطمانات، هتشيل حاجات رفايع علشان ما تاخدش من مساحه الكاونتر توب بالظبط وتضايقني. ده واحده ثانيه مثلا ستانلي ستيل. منتهى الجمال، يعني حاجه ثانيه. حلم كل الستات. على فكره الميكانيزم دوت اللي عامل زي السلم ده هتلاقوه لو انتوا كتبتوا في امازون سبايسز اورجانايزر هيطلع ده. هيطلع وده تحطيه في درج كده بس لوحده بالظبط. تحطيه في الدرج وتحطي كل السبايسز جنبك. جميل. يبقى انت وفرتي مساحه قد ايه؟ كبيره كبيره كبيره. ده مثلا الصوره دي بقول لكم انه الدراج ينفع نجيب لها اورجانيزر او حاجات تقسيم للاطباق، تقسيم للحلل، تقسيم للعواميد دي. على فكره بيبقى ده ميكانيزم خلاص، بيبقى له زي ارضيه كده مخرمه، والعواميد دي ادجاستبل يعني بتتفك
حط بتتفك وتتظبط بحسب كبر وصغر الحاجه بتاعتي. فانا مثلا هنا دي اطباق كبيره، فانا هحط الاطباق واروح حاطه العواميد دي. العواميد دي هدفها انه لما افتح واقفل الحاجات ما تقعدش تخبط في بعض وتتكسر تلق كده بالظبط. ف ينفع احط مقاسات صغيره، ينفع احط مقاسات كبيره. وطبعا لما بحط بالكميات دي انت متخيله الدرج الواحد هيشيل قد ايه؟ واو، لا وشايل كميه بالظبط، شايل كميه. يا ده مثلا ده ايه ده؟ ده جنب الثلاجه، بس ده حد فارم هاوس مثلا مش عارفه ايه تمشي معاها الكلام ده، عنده شويه قطاعات قرر ان هو يعمل لها منظر تحت وحطها جنب الثلاجه. اي بس انت الحاجات دي لما كل واحده بس تحطيها في درج ولا حاجه، طبعا عندنا الحاجات الكاتنج بوردز والحاجات بتاعت العجين واللي بنعمل بيها العجين والنشابه وحطيتيهم فوق بعض، ده هتاخد لب حال يا مهد الدرج. عشان كده هو قال ايه، طب ما I will spread it. خلاص هنحط واحده واحده فوق بعض. فمش هياخد مساحه من المطبخ اللي انا محتاجه في حاجه تانية، خليني اعملها بطريقه مبتكر. والصواني تعرف طبعا احنا بقى عشان المصريين او العرب بقى لازم الصواني بتاعتنا. أيوة. عارفه الصواني دي؟ عارفه الصواني دي حلها زي بتاعت الشنط. فاكره الشنط المره اللي فاتت اللي عملنا بارتيشنز رفيعه قوي كده؟ شنط البيرسز يعني. الشنط بالظبط ده نفس الحكايه، الصواني والحاجات بتاعت الكب كيك الكبيره وبتاعت الكيك كل الحاجات دي بتتحط ديفايدرز رفيعه جدا وتحطيها كده وتحطيها فما تاخدش مكان. الله okay. مثلا شايفه الجمال ده؟ ادنج هو طبعا ده مش كل السبيس اللي عندنا، بس لما تعملي حاجه من دي مع حاجه من دي مع حاجه من دي ات ويل اد اب. ده على الكاونتر توب، ده على الحيطه. على الحيطه ده مركب الحاجات دي على الحيطه. واو. فانت بصي تخلي بالك من كل اللي انا بجيبه سايب الكاونتر توب فاضي. عمري ما هجيب لك حاجه تحطيها على الكاونتر توب. احط على الكاونتر توب ليه وانا عندي الحيطه فاضيه؟ فاهم قصدي؟ ارفعها فوق سنه وخلي ده فاضي. جميله. لا وحط بس في خضار تحت برضو، ممكن تحطي بقى البصل والبوتيتوز الحاجات اللي هي بالزبط. مش محتاجه تحطيها في الثلاجه تقعدي سبيس تحطيها بره. فده من الاختراعات ده مثلا حد عايز يعمل حاجه ارتستيك حبه مودرن حبه كل ده بيتباع في امازون يا جماعه. اوكي ده سيمبلي هتحطيه على الجنب، شايفه شايل كل ده، وهنا بقى ايه شويه تاتش كده بلايتنج مش عارفه ايه، بس يو كان يوز ات. يعني انا اخش على في امازون واقول اورجنايزر مثلا. yes. عايزه كيتشن اورجنايزر مثلا، كيتشن سبايسز. بس تقولي اورجنايزر لايه بالظبط؟ لان في مليون اورجنايزر طبعا. اذا yeah. كان في الدواليب في اللبس، اذا كان مثلا سبايسز تريز مش عارفه ايه البروسس. yeah. كل حاجه ليها حاجه ده مثلا. حد تخيلي معايا لو انا مأجره مكان وعندي ادي المطبخ اهو وادي المطبخ تاعي وعندي حيطه فاضيه، وده بيحصل كتير على فكره في الرنتلز. اوكي بتلاقي حته فاضيه كبيره كده. اوكي ادي المطبخ استفاد بيها طبعا. اليونت دي تجنن، شكلها لوحده تحفه. فانا لو خدت ده وحطيت اطباق وحطيت كوبايات وحطيت مجات وحطيت حته زرع نازله كده هتدي شكل حلو طبعا. يبقى ستورج زائد شكل لطيف. ودي نازله من السقف. من السقف. اوه ليه لا؟ طب انا عندي المسافه ما بين الكاونتر توب والسقف فاضي. صحيح. ما استغلهاش ليه؟ شايفه احنا دلوقتي ايه؟ ما دام عندي المساحه افقيا ليميتد، يبقى لازم مخي يبتدي يفكر ازاي استغل المساحه الراسيه. لو دي السمه العامه في كل اللي انا جايباه النهارده، استغلال للحاجات الراسيه عشان انا ليميتد في المساحه. ايوه ده مثلا منتهى الجمال. يعني انا يعني اللي عمل ديزاين ده بصراحه انا عايزه احييه لسبب. انت عندك شباك راح عامل هانجنج شيلز على الشباك نفسه، فما ما يعني ما قفلش الشباك وفي نفس الوقت حط منظر برضو حلو وحاجه يستفاد منها. وينفع بدل بقى ما تحطي الحاجات دي فتحطي الكوبايات مرقات اطباق، بس دايما الاطباق بلاش الاحمر والاصفر والبرتقالي ومش عارفه ايه كل ده يتحط مع بعضه، خلونا لانه ده هيعمل ازعاج شديد. بتفكريني بحاجه عندي الاحمر والاخضر.
بصي عايزه كلهم احمر ما عنديش مانع خالص، عايزه كلهم اخضر ما عنديش مانع خالص، لكن التكنيكالر ده بقى والمجز بقى، المجز في الكيتشن بقى عندي بقى مش عارفه اوديه فين واحط ده فوق ده وده، ويا رب يستر بقى ان مفيش حاجه تقع وتتكسر. بصي وما تقدريش تستغني عنهم، لان لو جالك ضيوف ومحتاجه تطلعي المجز دي يشربوا فيها هتعملي ايه؟ ما لازم يبقى عندك كميه، يبقى ماكسمايز السبيس بتاع الاستورج بكل الافكار اللي احنا حكينا فيها. اوكي الصوره هنا جميله قوي وعجباكوا جدا، علشان بمنتهى البساطه الالوانات اللي فيها مفيش الوان كتير 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 مزعجه، هاديه هو بالزبط. كل انا لاحظ دلوقتي كل الالوان فيري نوترال، يا ابيض مطبخ كله ابيض، الوان هاديه كلها مفيش بقى ده مثلا من ضمن الحاجات القويه جدا لو انت عندك جوه الدولاب، يس ده باب البانتري. اوه فبمنتهى البساطه طب ليه يبقى بس جوه البانتري ما الدولاب فاضي؟ ايوه اسيبه ليه؟ ما لازم استغله اعلق عليه ده. فبمنتهى البساطه حلول سهله جدا بس ومش مكلفه خالص يعني، وتتشال وتتحط، والحلو فيها ان تتشال وتتحط يعني مفيش حاجات في هتتقد دق في الحيطه ومسامير وحاجات زي كده، سبيشلي الناس طبعا اللي بتاجر اللي ممكن تسيب بعد كده والراجل يقولها لازم تصلحي لازم تدهني لازم تعملي كده. تقريبا الحلول اللي انا كنت بقترحها يعني للرنتل خلصت، في منها كتير ينفع للكاستم ديزاين وفي منها ينفع للرنتل بس يعني على حسب. تعالوا بقى ندخل دلوقتي على، تحبي تكملي ولا زهقتي؟ لا جميل حاجات افكار كلها لا ما فهمتش لا ما زهقت لا ما زهقتش. طيب لو هنعمل مطابخ كاستم ميد اوكي من سكراتش بقى فروم سكراتش خلاص لازم نبقى فاهمين مشاكل المطبخ بتبقى ايه عشان نعالجها ازاي من الاول، مش اعمل مطبخ والاقي نفس مشاكلي هي اللي كانت موجوده زمان هي اللي موجوده دلوقتي. خلونا نشوف اول صوره مثلا من ضمن المشاكل الاساسيه هي الكورنرز. ازاي اتعامل مع الكورنرز؟ ضايع الكورنرز. والكورنرز على فكره يعني في حلول من اللي انا جايباها دي يعني الناس ابتدت تبقى فاميليار معاها، وفي حلول لسه مش فاميليار قوي. فدي مثلا حاجه اسمها ماجيك كورنر، منتهى الابداع بصراحه خلاص، لانه بتجيب لي الباسكت دي لو انت واخده بالك، الباسكت دي بتدخل بقى في الحته الميته اللي جوه، والباسكت اللي جنبها دي بتدخل الحته الميته جوه خالص، ودي بتطلع. فانت بتشدي اول باسكت انت بتشدي كله بيطلع بره. اي سي يعني انا يعني راحه البني ادم عندي مهمه جدا طبعا، انا هدخل ليه للكورنر هو اللي يطلع لي بالظبط. دي مشهوره قوي ليزي سوزن yes. دي انا عندي دي دي بتلف في الكورنر فمنتهى مشهوره قوي دي نص دايره، فبرضه ليزي سوزن بس نص دايره. ده مثلا ادراج دي حلوه دي في ناس بتحبها، في ناس بتحس انه شكل الدرج غريب بس شكله غريب شويه بس ما دام بيشيل خلاص ما يهمنيش. دي مثلا ده بقى ميكس ما بين الليزي سوزن والدورج، كان يماجن يعني ده عباره عن ليزي سوزن ده بزقه لجوه فتبقى ليزي سوزن كامله، الفها براحتي بعد كده تيجي في المكان ده اروح شدها لبره تطلع لي. فانت قصص. وعلى فكره اللي انا جايباه ده يعني قشور رفيعه جدا من اللي ممكن يتعمل والميكانيزم اللي موجود في السوق. هرجع تاني لتحت الحوض. الله يا جماعه تحت الحوض ده كنز، ده جميل قوي يعني. ونفس الصوره اللي جبتها قبل كده كل البول اوتس، بليز يا جماعه يعني احموا ظهركم مهم قوي على فكره. البول اوت تفرق جامد قوي 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 قوي، سواء بقى كروم زي كده سواء خشب درج سميه درج بس المهم بيطلع درج خلاص المهم ان هو بيطلع. شايفه بصي شايلة قد ايه؟ بالظبط واو، لان المسافات صغننه برافو بين الناس. شفتي؟ برافو انت دلوقتي انا سعيده بجد ان دي
يعني واخده بالك هنا المسافات فعلا قصيره. اللي عمل الديزاين عارف هو هيستور هنا ايه، فيدوبك عاملها على القد بالظبط، هنا يدوبك على القد بالظبط، فكده استخدم ده ماكسيمم يوز. ايوه صح. اوكي صح. ده مثلا اي لاف ات، لانه مش بس عامل الدراج بتتسحب، لا ده كمان حاطط على البيبان. هو انت بقى ايه كل حاجه، كل حاجه مستفيده منها. بس في الحاله دي لازم يكون اللي بيعمل المطبخ فاهم ان انت هتعملي كده عشان يراعي المفصلات تكون بتستحمل اوزان معينه. علشان ما تلاقيش انه الباب وقع بعد شويه. طبعا. ففي السبايسز لو عندك حته قد كده خلاص اتس سو يوزبل. ف حلوه قوي. نفس القصه بارتفاعات مختلفة. دي برضو اللي بين التلاجة والحيطة. لا بس دي كاستم ميد، ده دولاب معمول. التانية كانت فري ستاند بتتحط وانت تشديها تحطيها. بس I mean نفس الفكرة يعني. The same concept. Yes. هي نفس الكونسبت، هو بالظبط. بس هنا كاستم ميد، هنا تنفع للرنتل. جميلة دي كمان، بتشيل كتير قوي. شايفة دي قد ايه؟ رفيعة قد كده. صغنطوطة. بس شايفة شالت لك كل السبايسز. فاكره لما اتكلمنا عند الرنتل اننا ينفع نقعد شويه في الباك سبلاش تو اد شويه شيلفز صغيره كده بعمق صغير. طب افرض انا عايز اعمل حاجه مور دراماتيك او حاجه ليها يعني كاركتر اكتر، اي كان ديزاين ذس في وانا بحط البلانز بتاعه المطبخ. احط ده في بالي. خدتي بالك انه هنا ده الباك سبلاش، كل دي الباك سبلاش. الديزاينر هنا راح عامل دولاب جوه وهيدن، هيتقفل بباب فبقى هيدن. الدولاب جو فوق الكاونتر توب. يس. ما بين خلي بالك ده الهود، ده الهود وده الكاونتر توب. ايوه دي اسمها باك سبلاش. ليه تبقى سوليد؟ ما انا ينفع اخرم فيها واستفاد بيها، واستفاد بيها دواليب. واو. شفتي دلوقتي نفس الكونسبت. لو عندي مساحه ضيقه هستغل كل حاجه راسيه. كل حاجه ينفع احط فيها حاجه تنفع. اللي ياخد سبيس اكتر اللي هو السكوير، يكون حاجه مربعه ولا حاجه مدوره؟ على حسب انت هتستور ايه فيها. على حسب، كله على حسب اللي هتحطي فيها. ده مثلا نفس الكونسبت اللي احنا اتكلمنا فيه. الباك سبلاش عامل فيها حاجه زي كده، فده بس هل قرر انه هيحط شويه السبايسز هنا. مفيش حاجه على الكاونتر توب، كله في الحيطه نفسها. ده مثلا واحد قرر ايه، انا لا عايز اعمل في الباك سبلاش ولا عايز اعمل مش عارف فين. قرر ان هو ادي الكابينت اللي فوق وادي الكاونتر توب الفاضي. ماشي. راح يعني اللي حصل ان هو اتهانج، يعني الحاجه دي بقت هانجينج. which is very nice. الصوره اللي جايه ده كمان ضاف لها هيدن لايت فخلاها جميله، شكلها حلو. فاهم قصدي؟ فيري يوسفول. ولو تاخدي بالك على فكره عاملها فيري وذ فيري تشيب ستاف، يعني شايفه دي مش حاجه فانسي قوي يعني. لا مش فانسي الحاجات دي بمنتهى البساطه بتتجاب من هوم ديبو، من اي حاجه. ده بقى لازم يكون للكاستم ميد، ده ما ينفعش يكون للرنتل. انت عندك التوكيك او اللي هي بيسموها وزره تحت الكيتشن، دي مسافة بتوصل لغاية 6 انش فاضية. ده ايه ده، درج كده يعني تحت ال؟ بصي انت بصي كده، ركزي كده للمطبخ بتاعك، استرجعي المطبخ بتاعك. هتلاقي الكاونتر توب تحتي الكابينت وفي حتة تحت الكابينت واقفة على حاجة. صح. دي بنسميها توكيك او الحتة اللي رجلك لازم تدخل فيها علشان عشان ما تتخبطش. اوكي. أيوة فالحته دي يا اما الناس بيعملوها سوليد خالص، يا اما رجلين ومقفوله بطريقه صحيح. ما بس فاضيه. طب ما دي 6 انشز يا شيخه. ليه ما احطش فيها ده؟ واو. شفتي بقى؟ شفتي احنا بنضحك علينا. هتضحك علينا. ده فاكره الميكانيزم اللي كنت بحكيه لك؟ هو ده بالظبط شكله من جوه. كل الحاجات دي ادجستبل طبعا. ده
كل ما بتزود الهايت بتاع الدرور او الدرج يقدر يشيل اكتر. طب بس يستحمل يعني درج زي ده؟ شكرا على سؤالك ده. I really appreciate. خلي بالكم يا جماعه، الديزاينر اللي بيعمل لك المطبخ لازم يبقى فاهم كويس جدا ايه انواع الادراج اللي هتتحط، ايه الكاباسيتي بتاعه الدرج، لانه الدرج اللي هيشيل اطباق غير الدرج. يعني let's say عندي 3 فيت درج، بس الدرج ده هيشيل علب بلاستيك بس، وعندي درج تاني 3 فيت بس هيشيل حلل، وعندي درج تالت 3 فيت بس هيشيل اطباق صيني زي اللي احنا شفناها دي. ما ينفعش يكون نفس الدرج هو في كل حتة، في كاباسيتي حمولة لكل درج. فلازم اللي بيعمل الديزاين بتاع المطبخ مش شكل بس، عارف وفاهم ايه اللي هيتحط فيها. مش شكل بس يا جماعة، هقولها المرة المليون، المطابخ مش شكل بس، في a lot of hidden stuff، حاجات مخفية كتير في التحميلات والميكانيزم وايه يشيل، عشان ما تلاقيش المفصلة وقعت، الباب وقع، الميكانيزم مش راضي يشتغل كويس، بيزرجن، الدرج مش راضي يطلع، فاهمة قصدي؟ ايوه. الحاجات دي احنا بنشوفها كتير. عشان كده لو انت هتعمل كاستم ديزاين لمطبخ، من فضلك عين حد بيفهم في المطبخ. اكيد طبعا. ده مثلا الصوره دي بنتكلم على حلل. الله. بس واخده بالك بقى ارتفاع الدرج قد ايه؟ مش الارتفاع بس، التقسيمه، التقسيمه دي على فكره موجوده في كل حته، موجوده في ايكيا، موجوده في امازون، موجوده في كل حته في الدنيا. ما هو بقى اللي اوريدي عمل التقسيم، يعني اللي اوريدي عنده الدرج ده عشان يحط فيه، يعني من الاول لو انت عندك درج زي كده. على فكره التقسيمه دي اللي في الصوره ادجستبل، يعني بتتحرك يمين وشمال وكبير وصغير على حسب اللي هتحطيه فيها. يا ما فيش حاجه في الاورجنايزر فيكست، سبيشالي مع ال الاطباق ومع الحلل. لازم تبقى adjustable. بس اللي انا بتكلم فيه، لو انت هتعمل custom design، من فضلك خليك مركز انت هتحط كل حاجة فين. لانه هنا مثلا ارتفاع الدرج enough للبوت دي، فهماني؟ عملته اكتر من كده انا بهدر مساحة. wasted. صح. ده بقى اللي انت قلتي عليه. فاكرها. انا مأساتي العظمى هو ان احنا نقفل العلبة. فما نقفلها بالغطاء بتاعها، هنحطهم فوق بعض، طب ما فيش مكان كفاية. صح. فبمنتهى البساطة ميكانيزم بسيط جدا زي ده حللي المشكلة كلها. هيلة. نص الغطيان ما بلاقيهاش. أيوة. نص العلب ما بلاقيهاش. أيوة. الاقي غطا وما لقاش العلبه بتاعته، طب راحوا فين؟ لا ما فيش حاجه بتترمي، طب راحوا فين؟ بالظبط. وبصي كمان عايزه اقول لك على حاجه. شايفه كام علبه هنا؟ لو قعدنا نعدهم ده ممكن ياخد لك بيج كابينت، لو احنا بنرصها بالطريقه التقليديه اللي احنا بنعملها. دي هايلة دي. لكن دي فيري تايني كابينت، حطينا الحاجات ستاك مع بعض. لا مجرد تنظيم. ده بالنسبه لل مطابخ لو انت هتعمل كاستم ديزاين، فانا بدي لك شويه افكار. خلي بالك من الحاجات دي، الحاجات دي على فكره موجوده في السوق. هاف ان اوبن اي، اعمل ريسيرشز الاول قبل ما تشتغل، علشان عارفه دايما بقول للعملاء بتوعي ايه؟ حطوا لي ايه مشاكلكم. انا بشتغل دكتوره نفسيه على فكره. اكيد صدقيني بعمل كده. انا بقعد اسمع العميل، اسمع مشاكله. طب انت ايه اللي مضايقك في الحته دي؟ ايه اللي مضايقك؟ واقعد ادرس الموقف، وبناء على مشاكل العميل بنقي له الميكانيزم اللي يشتغل معاه. لانه هتلاقي مطبخ فلان مختلف تماما عن مطبخ علان. ليه مختلف؟ عشان ده مشاكله كانت غير مشاكل ده. صحيح. فكل واحد مشاكله مختلفه، فانت حط كده، اكتب ايه مشاكلك، ابتدي سيرش ايه الحلول المتاحه اللي بتحل المشاكل دي. وبعد كده بيلد يور كيتشن. عايزه ادخل بقى، احنا لسه عندنا وقت ولا احنا 10 minutes؟ اوكي فاضل 10 minutes. قربنا. بس دي حته. وفي واحده بتحب تطبخ
يعني كل حياتها عايشه في المطبخ، ده حياتها في المطبخ، وعندها اولاد واطفال وفضل. وفي واحده مثلا عيالها كبروا خلاص عايزه بقى تنجوي المطبخ نضيف ما بتعملش فيه تطبخش، فعلى حسب فعلا كل واحده واحتياجها ايه يعني بالزبط. مش كله اتس نوت ا كوكي كاتر يعني غير الطويل، غير الطويل طبعا. انا عندي عميله قصيره وكان لازم نحل المشكله، مش عارفه طول الكابينت اللي فوق. طب مشكله هتستخدم اللي تحت بس يعني انا عشان عندي المطبخ صغير، فلما عملت المطبخ حطيت حاجات كتير دواليب كلها فوق، فالدواليب دي لازم اطلع بالسلم لازم اوصل لها فوق، فطبعا متعبه جدا يعني. شفتي بقى كل واحد، انت عارفه انه يعني مش دايما الطول احسن حاجه في كل حاجه، بمعنى انه لو حد طويل جدا هيعرف يطول الحاجات اللي فوق كويس قوي، لكن مشكله عويصه جدا انه يطول الحاجات اللي تحت هتتعبه. فاهمه قصدي؟ فدي ليها برضو ميكانيزم ازاي تحل الموقف بتاعه. لو قعدنا نتكلم بس على ميكانيزمات المطابخ وايه اللي بتحله، احنا ممكن نقعد حلقات وحلقات ان شاء الله في الحلقه الجايه. عايزه ألمس نقطه بس مهمه جدا. اتفضلي. ازاي اد سبيس للمطبخ؟ ماشي. اد سبيس ازاي بقى يعني ده يكون مطبخ انا ببني ولا يكون مطبخ اوريدي اكزيستنج موجود وحط له سبيس؟ طب قول لنا بقى ازاي دي. اول صوره دي احنا شفناها في اللي قبل كده بس خليني ارجع لها تاني. ده اتس فيري سمبل ستاند احنا اتكلمنا عنه من شويه بس اتس ادينج سبيس. لو انت بتحب الستايل المودرن قوي كده ده ات ويل فيت يو بيرفكتلي. خلاص. ده مثلا وشايل حاجات كتير قوي. ياب تعالي بقى، شايفه دي؟ ده شايفه المطبخ فوق، كل المطابخ عندهم رف التراب اللي فوق ده. صح. طب ما احنا ينفع نزود عليه حته كده، مظبوط؟ صح. وبعد كده ينفع الحته دي اخليها مثلا فيها لايتنج، اخليها ديسبلاي، اقفلها خالص واخليها ستورج. هو نفس المطبخ، انا زودت له بس حته فوق. صحيح. حته فاضيه، رف تراب. صح. نفس الحكايه، انا مش عايزه اقفلها هخليها بوكسز عشان عايز يكون شكلها بالطريقه دي. فدول مثلا طبعا مش هقدر ازود حاجه تانية في المطبخ اكتر من كده غير بشوف فين السبيس الداد اللي اعرف اتعامل معاه. لو هو جنب الثلاجه داد يبقى هطلع بالبول اوت، لو هو حته فوق يبقى هزود حته من فوق او اد بوكسز، لو هو whatever خلاص موجود فين الديد سبيس هبتدي اتعامل معاه. كمان برضو لو بين الغسالات شفتها مره بين الغساله في سبيس كده ممكن برضو تحطي البول اوت اللي بالعجل الصغير ده برضو تحطي بقى فيه الديترجنت حاجات الصابون وحاجات الغسيل وحاجات زي كده. انا عايزه كل الناس اللي بتتفرج علينا تبص كده على بيتها دلوقتي تشوف كل حته ينفع خورنق، ينفع اعمل فيه حاجه وتكتبه. رغم كل بعد الحلقه كل واحد يروح البيت دلوقتي يشوف فين الحته اللي اقدر احط فيها الحاجه، لان فعلا احنا عندنا ديد سبيس كبيره ومش واخدين بالنا منها وممكن فعلا تعمل فيها. ده حقيقي. ميرسي جدا جدا يا ماجي على الاول البرزنتيشن العظيمه اللي انت عملتيها لنا النهارده والافكار الجميله دي، وانا هروح على طول دلوقتي هشوف ايه اللي ممكن يتعمل في البيت. ميرسي جدا ليكي. وان شاء الله يكون معاكي. ميرسي حبيبتي، شرف ليا، وان شاء الله تبقي معانا في حلقات ثانيه كتير وتقولي لنا على افكار اكتر واكتر واكتر من كده. ميرسي ليكي. اهلا بيكي. ميرسي لكل الناس اللي كانوا بيتفرجوا علينا، مبسوطه ان انا اكون معاكم واتمنى ان انا اكون ضفت حاجه جديده. اكيد طبعا، اكيد حاجات كتير مش حاجه واحده. ميرسي يا ماجي، ثانك يو سو ماتش. اعزائي المشاهدين دي نهايه الحلقه، وطبعا يعني انا اقول كلنا استفدنا النهارده من المعلومات الجميلة والقيمة دي، وازاي نقدر احنا نقول يعني نستغل اكتر حتت في البيت، الحتت اللي هي الداد سبيس اللي احنا مش واخدين بالنا منها، ازاي نقدر بقول يعني فيري فيري لو بادجت، مش لازم حاجات فانسي ولا مصاريف كتيرة، حاجات صغيرة ممكن نشتريها من امازون، من هوم ديبو، من اي حاجة ممكن تتحط قول يعني تحل مشاكل التخزين عندنا في البيت الكتيرة، اذا كان اللبس ولا الشوز ولا في المطبخ ولا تحت السلم زي ما شفنا. وربنا معاكم، وان شاء الله نشوفكم يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دايما في صلواتكم والى اللقاء.